إذن أستاذ محمد، هل تتوقع بأن الضربات الأوكرانية ستزداد كثافة وحدة في هذه الأيام خوفا من أن تشهد أوروبا يعني كما يقولون شتاء مروعا، أو أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في الأيام والشهور المقبلة؟ بالتأكيد هم هناك محاولة لحسم الحرب قبل الشتاء القادم، هناك محاولة أن يتم هزيمة روسيا بشكل سريع حتى يعني تصل الأمور إلى طاولة المفاوضات وتستعيد أوكرانيا أرضها ويتم يعني تداول الغاز بشكل طبيعي. لكن أوروبا استطاعت تخزين كميات هائلة من الغاز استعدادا للشتاء القادم. يعني لذلك يعني عندما أدرك بوتين أن أوروبا يعني تخزن الغاز بكميات كبيرة، قرر بشكل مفاجئ أن هو يوقف امتداد الغاز لأوروبا من الآن حتى لا يخزنوا الغاز الروسي للشتاء. ولكن يعني محاولة الحقيقة فشلت، لأن هناك بعض الدول الأخرى في المنطقة عوضت هذا يعني الغاز الروسي بشكل كبير جدا بنسبة 75%. فحتى السلاح الوحيد الذي كان يعتمد عليه بوتين لم يصبح مجديا يعني.